بكل متابعي اليوم السابع، احنا متواجدين حاليا داخل نادي الشرقية الرياضي، يمكن اول يوم لتلقي طلبات الترشيح على عضوية النادي ومجلس الادارة. احنا معانا حاليا لجنة مشكلة من مديرية الشباب والرياضة بتتلقى طلبات المرشحين، ويمكن معانا نقيب الموسيقيين بالشرقية الاستاذ خالد بيومي بيقدم اوراقه. حابين نتعرف بحضرتك يا فندم. انور عبد الله، مدير اداره الهيئات مدير الشباب والرياضه بالشرقية. تمام، ده اول يوم للجنه، المشرفه على تلقي طلبات المرشحين انتخابات نادي الشرقية الرياضي. النهارده اول يوم لاجراء تلقي طلبات الترشيح لنادي الشرقية الرياضي لانتخاب مجلس اداره جديد في الجمعيه العموميه المقرر لانعقادها يوم 12/11 ان شاء الله. وفتح باب الترشيح بدا من اليوم بناء على الاعلام بجريده الجمهوريه العدد 24744، وفتح باب الترشيح بيكون من اليوم التالي للنشر في الجريده من الساعه 10 صباحا حتى الساعه 6 مساء. مستمر كام يوم يا فندم؟ مستمر لمده اسبوع باذن الله تعالى. ممكن نعرف كم حد يعني تقدم حتى الان باوراقه بشكل رسمي؟ والله حضرتك دلوقتي العدد اللي ترشح حوالي 7 افراد باذن الله تعالى. تمام، على مقاعد معينه؟ على مقاعد مختلفه، رئيس ونائب، رئيس حتى وقتنا الحالي لسه. برحب بحضرتك استاذ محمود كامل، رئيس اللجنه المؤقته لاداره نادي الشرقية الرياضي، ويمكن اول يوم النهارده لتلقي طلبات المرشحين لعضويه النادي ومجلس الاداره. حابين نعرف من حضرتك يعني الامور بتصير ازاي، وكم مرشح حتى الان تقدم باوراقه؟ هو عدد المرشحين لحد دلوقتي 7 مرشحين قدموا باوراقهم. الامور دي بتتم، هي مدير الشباب والرياضه مشاركانا في لجنه اداريه بتجمع الشباب والرياضه، بتراجع الاوراق اللي هي بتقدم بيها المرشح، وكل مرشح بيجي بيقدم على المنصب اللي هو عاوزه، وفي الاخر بنراجع الورق وبنديهم الاصابه اللي هو احنا استلمنا الاوراق منهم. تمام، استمر لحد كام يوم؟ اسبوع لحد يوم الجمعه، تنتهي يوم الجمعه. تمام، الامور الحمد لله في اليوم الاول مرت بشكل طبيعي ماشي بشكل طبيعي وهادي، وكل الناس متعاونه، وكل الاعضاء كمان يعني عندهم رغبه اكيده في ان هم برضه يجوا النادي ويعملوا حاجه كويسه.